وزي ما انت شايف يا صاحبي انا وصلني 120 شده من خلال التطبيق الصادق ده. زي ما انت شايف يا صاحبي اول رساله مبروك لقد حصلت على 60 شده، وتاني رساله مبروك لقد حصلت على 60 شده. هلا والله اخواتي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جهت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده يا جماعه جاب لكم تطبيق صادق 100% لشحن شدات ببجي موبايل مجانا. طبعا يا صاحبي بقول لك التطبيق ده صادق لان انا شحنت من التطبيق ده والشدات وصلتنا على طول على الحساب. يلا بينا يا صاحبي نروح على التطبيق واعرفك ازاي هتجمع النقاط وازاي هتشحن. اول حاجه يا صاحبي هسيب لك رابط التطبيق في وصف الفيديو. هتثبت التطبيق يا صاحبي وتروح على طول على خانه انشاء حساب. ده طبعا اول ما تفتح التطبيق كده عشان تسجل داخل التطبيق. لو انت طبعا عندك حساب في التطبيق ده هتسجل من الحساب، لو انت ما عندكش حساب هتدوس على خانه انشاء حساب. اول خانه صاحبي طبعا هتكتب فيها اسم المستخدم اللي هو اسمك، تكتب فيها اي اسم. وتاني خانه صاحبي البريد الالكتروني، تكتب فيها اي جيميل. والخانه صاحبي دي طبعا هتكتب فيها كلمه السر، تمام. وبعد كده نيجي على خانه الهاتف، هنا بتكتب اي رقم هاتف، اي رقم تليفون حتى لو مش رقمك. يعني انا طبعا كتبت رقم من 12 رقم، اهم حاجه تكتب اي رقم تليفون صاحبي. وبعد كده صاحبي تيجي في الخانه دي، وطبعا دي خانه ضروريه جدا من غيرها مش هتعرف تخش التطبيق. هتكتب صاحبي الكود اللي قدامك ده عشان اول ما تخش تحصل على 20 نقطه داخل التطبيق. طبعا يا صاحبي 20 نقطة مش قليل، ده طبعا يا صاحبي التطبيق ده بيشحن شدات ببجي موبايل مجانا من نقاط قليلة جدا. تعالى يا صاحبي اوريك ازاي هنجمع النقاط وازاي هنشحن شدات ببجي موبايل مجانا. زي ما انت شايف هنا صاحبي انا معايا 2271 نقطة، يعني يا صاحبي يعتبر 2300 نقطة. يلا بينا بقى يا صاحبي اوريك ال 2300 نقطة دول. طبعا نقاط قليلة، ولكن طبعا يا صاحبي دول زي ما انت شايف بيشحنوا 120 شدة، يعني عندك ال 60 شدة ب 1200 نقطة، وطبعا عندك ال 1000 شدة ب 10000 نقطة، وزي ما انت شايف يا صاحبي 120 نقطة ب 2300 نقطة زي ما انت شايف، عفوا 120 شدة ب 2300 نقطة، وانا طبعا زي ما تقول كده معايا 2300 نقطة. زي ما انت شافت بقالي بالظبط 29 نقطة واجمع ال 2300 نقطة. يلا صاحبي اوريك ازاي هتجيب نقاط مجانا من خلال التطبيق ده، اوريك ازاي تجمع النقاط عشان نشحن شدات ببجي موبايل مجانا. طبعا يا صاحبي دي اخر نقاط انا حصلتها من التطبيق. طبعا يا صاحبي 15 نقطة هم قدامك على كود الدعوة، تمام. ولكن طبعا اول ما تخش التطبيق بتاخد 20 نقطة، وانا طبعا باخد 15. يلا اول خانة صاحبي دولاب الحظ. ده طبعا يا صاحبي ليك كل يوم 22 لفة، كانوا طبعا 15 لفة، ولكن صاحبي التطبيق ده اتحدث وبقوا 22 لفة، تمام. بقوا 22 لفة بتلف طبعا صاحبي كده وبتحصل طبعا على النقاط اللي بتجيلك، وليك طبعا صاحبي 22 لفة في اليوم. وزي ما انت شايف انا حصلت على نقطة واحدة والنقطة زادت. بعد كده صاحبي تعالى نروح على خانة زورونا واربح. طبعا يا صاحبي الخانة دي زي ما انت شايف قدامك حاجات كتير جدا بتحصل من خلالها على النقاط. تضغط مثلا على اي واحدة فيهم النقاط اللي تعجبك وتخش بالطريقة دي، بتخش طبعا مدونة، بتصبر يا صاحبي الوقت اللي قدامك ده اللي انا حاطط لك عليه سام، تصبر طبعا 150 ثانية، يعني تقريبا 3 دقايق او دقيقتين ونص. اول يا صاحبي ما بيخلصوا زي ما انت شايف كده طبعا بتحصل يا صاحبي على النقاط على طول. زي ما انت شايف انا حصلت على 10 نقاط مباشرة كده يا صاحبي. والنقاط يا صاحبي لو رجعنا كده للتطبيق هنلاقيها ما بتضافش على طول، بتضاف بعدها ب 10 ثواني او بعدها بدقيقة واحدة، هوريك دلوقتي. بعد كده صاحبي نروح على خانة شاهد واربح. الخانة دي طبعا انت بتشاهد من خلالها الفيديوهات وبتحصل طبعا على النقاط. انت بتختار تشاهد فيديو وتحصل على 10 نقاط او 16 نقطة او 11 نقطة اللي انت بتختاره طبعا صاحبي. بتخش على الفيديو زي كده نفس الموضوع، بتستنى الوقت اللي قدامك ده يخلص، ومباشرة يا صاحبي بعد ما الوقت بيخلص بتحصل النقاط كده زي ما انت شايف مباشرة، تمام. على طول كده صاحبي اول ما بتشاهد الفيديو بتحصل على النقاط. بعد كده طبعا يا صاحبي خانه وزي ما انت شايف صاحبي النقاط اجت فوق كده مكان ما انا حاطط لك سهم يا صاحبي، النقاط وصلتك عفوا، لان انا قلت لك طبعا ان النقاط هتوصلك بعدها ب 10 ثواني او بدقيقه واحده، تمام. بعد كده صاحبي نروح على خانه اقوى الالعاب او خانه العب واربح، تمام. الخانه دي طبعا يا صاحبي اتضاف فيها لعبه جديده، بقوا خمس العاب وتقدر يا صاحبي من خلال الخمس العاب دول اللي انت تحصل نقاط. تضغط يا صاحبي على اي لعبه انت عايزها، وطبعا ركز في الحته دي لان طبعا يا صاحبي ناس كتير قالت لي انا بلعب اللعبه وباخدش نقاط. بص يا صاحبي انت مش هتاخد النقاط غير طبعا لو قعدت خمس دقايق داخل اللعبه، يعني انت لازم شرط تقعد خمس دقايق داخل اللعبه عشان اول ما تطلع تاخد نقاطك. لو قعدت اربع دقايق وطلعت طبعا مش هتحصل ولا نقطه، لازم يا صاحبي تقعد الخمس دقايق داخل التطبيق عشان تحصل النقاط، عفوا تقعد خمس دقايق داخل اللعبه عشان تحصل النقاط. تقعد خمس دقايق يا صاحبي، لو قعدت اربع دقايق ونص طبعا مش هتاخد اي نقاط ولا اي حاجه، فانت تقعد يا صاحبي الخمس دقايق بعد كده تاخد
تاخد على طول طبعا النقاط بتاعتك. اهم حاجة تقعد 5 دقايق. انا طبعا صاحبي معايا 2291 نقطة، وانا طبعا عايز اجمعهم 2300 عشان اشحن 120 شد. دخلت طبعا على خانة شاهد واربح، وزي ما انت شايفين اخواتي حصلت على 10 نقاط، وهطلع اخواتي هرستر التطبيق طبعا، لان طبعا زي ما قلت لك النقاط بتتضاف بعد دقيقة. هطلع بعد التطبيق، هطلع كده بره التطبيق وافتح التطبيق مرة تانية، وزي ما انت شايف صاحبي النقاط وصلتني قدامك، بقى معايا 2311 نقطة. ولكن طبعا صاحبي لو لاحظت في 15 نقطة تقريبا ايجو زيادة، وده صاحبي زي ما قلت لك من خلال كود الدعوة. ده كود الدعوة ده صاحبي انت من خلاله بتقدر تحصل على كل شخص تدعوه. يعني ايه؟ يعني انت صاحبي ده كود الدعوة، ده طبعا كود الدعوة الخاص بي انا، انت هيكون صاحبي ليك كود دعوة خاص بيك، وبتدعو اصدقائك للتطبيق ده، بتخليهم ينزلوا التطبيق. وطبعا اول صاحبي ما صاحبك يجي يسجل في التطبيق، لما صديقك يجي يسجل في التطبيق زي ما انا طبعا وريتك طريقة التسجيل، يكتب الكود بتاعك وانت من خلاله بتحصل على 20 نقطة. على الصديق الواحد صاحبي بتحصل على 20 نقطة. بالك بقى لو دعيت مثلا 200 صديق هتحصل على طول على 2000 نقطة او 1500 نقطة، وتروح تشحن الشدات على طول. زي ما انت شايف صاحبي انا محصل هنا نقاط كتير، زي ما انت شايف انفايت. يعني انفايت؟ انفايت صاحبي يعني دعوة من خلال ان انا ادعو اصدقائي بس. حصلت على طبعا النقاط دي، وطبعا صاحبي انا حصلت على النقاط كتير، وزي ما انت شايف انا ساحب من التطبيق ده 120 شدة، 60 شدة و60 شدة، تمام. طبعا صاحبي سحبتهم في الفيديو اللي فات، وشحنتهم كام يعني كمان شحنتهم ووصلوا لي زي ما انت شايف كمان بالاثبات في الفيديو اللي فات، الناس اللي شافت الفيديو اللي فات. طب انا دلوقتي طبعا ناس منكم كتير هتقول لي طب انا جمعت النقاط وعايز اشحن. تيجي صاحبي هنا على اي عدد شدات انت عايزه، شوف مثلا انت عايز كام شده وتضغط عليه، ومن خلال هنا صاحبي رقم البطاقه ده بتحط الاي دي بتاعك وتضغط على كلمه تاكيد. انا طبعا كتبت اي طبعا اي دي عشوائي كده، والفيديو اللي فات طبعا صاحبي انا كتبت الاي دي بتاعي. لو جينا هنا كده صاحبي على خانه السجل وسجل المكافآت هنلاقي هنا اللي انا ساحب. طب انا صاحبي هنا اول طبعا ما بتكتب الاي دي بتاعك، انا طبعا كتبت الاي دي بتاعي عند 60 شده، قال لي مبروك لقد حصلت على 60 شده. طب انا دلوقتي الشدات وصلتني؟ لا الشدات لسه ما وصلتكش. هتعمل حاجه عشان الشدات توصلك، هتحط هنا كده مكان ما حطيت لك سهم انكر لنسخ الكود. طبعا مش هو ده الكود، انا طبعا هنا كده هاجي في المفكره عشان اوريك شكل الكود ده. هو ده صاحب الكود، انا طبعا بعد ما نسخت الكود جاي هنا بس عشان اوريك الكود. هو صاحب الكود ده اللي انا حاطط لك عليه علامه النسخ، تمام. هنسخه لك كده تحت عشان تعرف الكود يعني وتشوفه. هو ده صاحب الكود، ولكن طبعا يعني ده الكود الخاص بي ابو 60 شد. انت صاحبي هتحصل على كود كده زي ده. طب انا هعمل ايه بعد الكود؟ هتيجي صاحبي على الموقع ده اللي هكون سايب لك رابط الموقع ده في وصف الفيديو، كنت طبعا سايب لك كل الرابط في وصف الفيديو، رابط الحلقه اللي فاتت ورابط طبعا الموقع ده. ده طبعا الموقع الرسمي لشحن شدات بابجي موبايل مجانا، عفوا شحن شدات بابجي موبايل مش مجانا طبعا، مجانا داخل التطبيق. وبعد كده صاحبي تيجي هنا تعمل انشاء حساب في الموقع ده، انشاء حساب، وطبعا تسجل من خلال الجيميل، او لو انت رابط حسابك في بابجي بالفيسبوك هتسجل بالفيسبوك. وطبعا يا صاحبي تخلي اللغه انجليزيه. ليه انا بقول لك تخلي اللغه انجليزيه؟ طبعا يا صاحبي لو خليت اللغه عربيه تاريخ الميلاد مش هيتكتب معاك، وانت طبعا هتبص زي ما انت شايف كده لو خليت اللغه عربيه مش هينفع طبعا تكتب تاريخ ميلاد، لازم يا صاحبي تخلي اللغه انجليزيه. وطبعا اهم حاجه تعمل تاريخ الميلاد بتاعك اكبر من 18 سنه، ضروري يا صاحبي اللي انت تخلي تاريخ الميلاد بتاعك اكبر من 18 سنه، تمام. انا مثلا هكتب تاريخ ميلاد عشوائي كده، وانت برضو بامكانك تكتب تاريخ ميلاد عشوائي. وبعد كده صاحبي زي ما انت شايف سجل على طول بالفيسبوك بتاعي. طيب لو انت عندك بابجي مش متسجله مش مربوطه باللعبه، عفوا لو انت بابجي عندك مش مربوطه بالفيسبوك بتسجل بالجيميل عادي خالص. بعد كده صاحبي تيجي على خانه يسترد، وتيجي كده في المكان ده وتحط في المكان ده الكود اللي احنا لصقناه طبعا داخل التطبيق. طبعا الكود ده اللي انا قلت لك هتنسخه داخل التطبيق، هنيجي صاحبي نلصقه من المكان ده، تمام. وبعد كده صاحبي تدوس على كلمه نعم، هيقول لك هل تريد ارسال الشدات الى الاي دي والاسم ده؟ ده طبعا اي دي هي والاسم بتاعي في اللعبه، ده الاسم بتاعي والاي دي. طبعا يا صاحبي هيقول لي فشل، تم استرداد الرمز الاسترداد ده من قبل، لان انا طبعا يا صاحبي استرديت ده وصلني 60 شده في الفيديو اللي فات. وطبعا يا صاحبي هكون سايب لك رابط الفيديو اللي فات عشان تشوف اثبات السحب كامل يا صاحبي من التطبيق ده، تشوف طبعا اثبات الشحن وتشوف الشدات وهي بتوصل. وبس كده يا اخواتي فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش تحط لايك للفيديو وتشترك في القناه. لو واجهك اي مشكله في التطبيق ده اكتب لي في قسم التعليقات وانا هرد عليك، وسلام.